لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. أحمد سعد تحديدا. والله أحمد الحقيقة يعني غلط أنه لم يلتزم بالمعاد اللي احنا قلناه يوم 16 أنه يطلع بفرقة لا تقل عن 8 موسيقيين وما يشغلش الفلاشة. هو ما عملش كده وبالتالي كان قرار المجلس لازم معاقبته. زي لا بس هو المطربين اللي عندنا دول لا هم غربي ولا هم بوب، هم مش حاجه من دول خالص. لا دول هقول لك برضه لازم يبقى معاه موسيقيين لايف، لازم يبقى موسيقيين لايف. حته بقى ان في نوعيه من المطربين اللي هم بيأدوا راب او كده بيبقوا محتاجين الفلاشه، ده قرار هيتاخد الفتره اللي جايه مع التماس من المطرب انه انا مش هقدر استغنى عن الفلاشه مثلا، او انا بعمل سيمي لايف، حاجه اسمها سيمي لايف انه بيشتغل الفلاشه ومعاه مجموعه من الموسيقيين. ليه عندنا في مصر ما فيش النقد الموسيقي؟ يعني احنا عندنا النقد الفني بينتقد الدراما وينتقد السينما وينتقد المسرح، مش بيطلع ينتقد العمل الموسيقي نفسه. احنا للاسف عندنا كل الناس نصبت نفسها نقاد وبينتقدوا كل حاجة ما يعني طبعا، لكن متخصص ما عندناش للأسف، مش كتير يعني، مش كتير. السوشيال ميديا الفترة الأخيرة حضرتك بتابعها ازاي؟ أنا شايفة ليك صفحة وبتنزل كل أخبارك. والله أهو بنحاول نتواكب مع العصر، يعني أنا في ناس ولادي معتمد عليهم إنهم بيعملوا لي الكلام ده، لأن أنا الحقيقة يعني ما عنديش الـ يعني القدره ان انا اتابع هذا الكم من الاخبار او السوشيال ميديا كل يوم، لكن اهو بنحاول نتواجد ان شاء الله. نجاح كبير في اليوم. احمد سعد قال مفيش صحاب في موضوع الغناء والنقابه والكلام ده كله. لا مفيش مجاملات في القرارات، مفيش مجاملات يعني، وهو احمد عارف على فكره، وبعت لي مسج وبيعتذر عن اللي حصل ده انه خارج عن ارادته، انه هيلتزم الفتره اللي جايه ان شاء الله. نقدر نقول يعني شكل ملوش كبير؟ تقدر تقول كده. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي.